طيب هل مع فصل الشتاء فعلا بيزيد الاكتئاب؟ يمكن بنسمع عن الاكتئاب الموسمي، فهل فعلا في اكتئاب مع بداية فصل الشتاء، والاكتئاب ده ممكن يكون هو اللي بيسبب برضو نوع من زيادة الوزن؟ بالظبط كده. هو فعلا في حاجة اسمها اكتئاب موسمي معظم الناس بتتعرض له، بيجي مع بداية فصل الشتاء ده بسبب قلة التعرض للشمس. يعني كتير قوي اليوم بيبقى، النهار بيبقى قصير، الليل بيبقى طويل جدا، يا دوبك عقبال ما انزل الشغل ما فيش اطلع ما الاقيش الشمس. فقلة التعرض للشمس بيحصل عندي نقصان شديد في فيتامين دي. تمام. نقص فيتامين دي يعمل اكتئاب. بيعمل لي، هي مش اكتئاب بمعنى الاكتئاب المرضي، بس ببقى اقل من مودي الطبيعي. صحيح. بيعمل لي ديستربنس في المود بتاعي، ببقى دايما اقل من مودي الطبيعي. فلما بتبقي اقل من مودك الطبيعي، بيبقى عارفه اللي هي بالبلدي كده نسبه الاريافه اسرع، اللي هي انا متضايقه بدون سبب، انا متضايقه ومش عارفه ليه، انا متضايقه مش عارفه ليه، زهقانه، متضايقه. هي بتساهم فيها كذا حاجه، بس الكينج بتاعها هو نقص فيتامين دي. ومفيش حد بيبقى قادر ان هو يعني، ما او بيبقى معظمنا يعني بيبقى عنده الفرصه ان هو يقعد في الشمس، مش الشمس الحارقه، انا اقصد داي لايت، اللي هي برضو نوضحها، من ساعه كام لكام؟ دي لايت اللي هي الوقت اللي هو من الساعة مثلا من 8 الصبح مثلا لغاية 12 واحدة، ما على حسب المكان اللي انت فيه. يعني ما تبقاش الشمس حارقة اللي هي متعبة، يعني من واحدة لتلاتة لا. يعني في الصيف بيقولونا من بعد 5، في الشتاء برضو من بعد 5، ولا خلاص هتكون ضلمت بقى؟ الصيف مثلا من 4 لـ 6. اوكي. فهي صعب ان انا اخد بتاعت 4 لـ 6 في الشتاء، لان هي بتبقى صحيح مضلمة. فكل ما تعرضتي للشمس اكتر، كل ما انا مودي بقى احسن بشكل احسن كتير. ولما مودك يتظبط، طريقه تناولك للطعام تتظبط. بمعنى ايه؟ في ارتباط كبير قوي بين مود حضرتك والاكل. لما انا بيحصل لي ديستربنس في المود، ببتدي ادور على حاجه تظبط لي النقص اللي عندي. ببقى انا مش مظبط، انا عايزه طب حلويات، طب شوكليت، طب ادوني، ده مش جوع، انا مش جعانه، انا متضايقه وحاسه ان انا ممكن هتظبط، يعني هبقى احسن كتير لما اكل. عايزه مكرونه، عايزه عيش. يعني يعني علشان النشويات بتتحول لسكريات في الجسم بعد كده، فبتدي نفس اما بقى بطريقه مباشره او فبتدي نفس التاثير. بالظبط كده. فاللي بيحصل ان احنا، انت بتنقي عجائن، بتنقي حاجات تبقى هي لوحدها كثيره السعرات الحراريه، كانت بتتحرق معاكي في الصيف لما كنتي انت بتتحركي اكتر. صحيح. لكن في الشتاء، طب ما هي قاعده. يعني ما الحركه بقت اقل كتير، فاصبحت يعني قطعه المكرونه اللي كانت عادي كنت باكلها وتمام وكنت بثبت على الميزان عليها، بقت بتخني. عشان ما فيش حركه، عشان ما فيش حركه، مع ان المفروض البرد يخلينا، يدينا طاقه كده ونحس ان احنا عايزين نتحرك. يمكن الصيف انا يمكن من الشخصيات الحر يعمل لي خمول، احس ان انا مش قادره امشي كتير، لكن في الشتاء في البرد بحس ان عندي طاقه، انا عايزه يعني مش بتضايق، ما فيش عرق بقى، ما فيش حر، فالواحد يقدر يتحرك. فانا يمكن دي بتبقى فرصه ان احنا نتحرك اكتر في الشتاء، مش عارفه ليه احنا ما بنعملهاش. ظروف الحياة بتمنعك. يعني في فرق بين إحساسي أنا نفسي أخرج، أوكي خرجتي؟ لا. ما الكورونا قالوا لنا اقعدوا في بيتكم، عندنا امتحانات، كله زاد في الوزن. بالظبط كده. الحقيقة عندنا امتحانات، عندنا حتى لو مش امتحانات شهرية، أنت بتتكلمي بقى يوم ويوم لا، عندنا كلاس ورك، وعندنا وبكرة في كذا. فبتبقى الأم مظبطة دماغها بجدول ولادها. سيبك بقى من الرغبه الداخليه، انا نفسي اتحرك، ماشي، هي طب نفسك دي خليها على جنب، احنا في حاجات ورانا.